تكفل مملكة البحرين حرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات، إذ كان عنوان البند الخامس من الفصل الأول لميثاق العمل الوطني هو نشاط المجتمع المدني، حيث أكد الميثاق على أهمية الاستفادة من كل الطاقات والأنشطة المدنية. تتجسد الديمقراطية في البحرين في العديد من المظاهر السياسية والاجتماعية وغيرها، وتعتبر العلاقة بين المجتمع المدني والديمقراطية وثيقة، فالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه كان داعما ومؤسسا لمجتمع مدني حديث، وهو ما أكد عليه البند الخامس من الفصل الأول لميثاق العمل الوطني. المجتمع المدني بكافة مؤسساته يكتسب صفاته المدنية كونه منبثقا من المجتمع، ويتخذ من ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل سندا لوجوده. فالميثاق ركز في بنده بشكل مباشر وواضح على المجتمع المدني، وكان له القوة الملزمة في التعديلات الدستورية. أولت مملكة البحرين اهتماما كبيرا للمجتمع المدني لما له من دور في التنشئة الديمقراطية، فرسخت مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات ومؤسسات مستقلة الاتجاه الديمقراطي للمواطنين، حيث أن شراكة المجتمع المدني والحكومة أسهمت في طرح الخطط والاستراتيجيات وتنفيذ السياسات والبرامج في كافة المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على قيم المشاركة في الحياة العامة والتكافل الاجتماعي الذي يسهم في نهوض المجتمعات. تؤكد ثمرة المشروع الإصلاحي المتجسدة بميثاق العمل الوطني الأرقام التي تثبت ازدياد عدد مؤسسات المجتمع المدني في البحرين بشكل كبير بعد الميثاق، والتي وصلت إلى أكثر من 500 مؤسسة. ففي البحرين إرادة حرة للمشاركة في الشأن العام، ومؤسسات المجتمع المدني مستقلة عن مؤسسات الدولة، ولا ترتبط بها إلا ارتباطا تنظيميا بحسب القانون، وهو استقلال يسمح بالتعاون والتنسيق والتكامل من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع والدولة معا على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية.